اهلا بيكم في حلقه جديده من حكايه نجاح الحقيقه ان احنا لما جينا اعلنا عن الحلقه النهارده ما قلناش احنا هنتكلم عن ايه قلنا ان النهارده في مفاجاه وسيبنا الموضوع مفتوح انتوا بقى تتخيلوه زي ما انتوا عايزين لو الشاشه او الكاميرا جابت لنا كل اللي موجود في الاستوديو هتلاقوا بجد ان احنا فعلا النهارده معانا مفاجاه إحنا طالعين النهارده أنا ودكتور أمير عشان كذا حاجة، أولاً عشان نفكركم بالمنتجات وهي إيه وبتعمل إيه وتأثيرها إيه ومعانا ليكم مفاجآت لناس الحمد لله جربت المنتجات سواء كانت بيلا أو منتجات الشعر أو البشرة وهتقول لنا النتيجة بتاعتها وكمان عشان نوريكم جزء صغير من الهدايا المرتبطة بالمسابقة. مسابقة إيه؟ هداية إيه؟ ده بقى اللي هنعرفه مع بعض النهارده في الحلقه ونتكلم ونستفيض في الموضوع خلوني بس ارحب دلوقتي بدكتور امير نبيل صاحب شركه كيو اتش بي التجميل والادويه والمستحضرات الطبيه اهلا وسهلا عامل ايه يا دكتور كريستينا ازاي خلاص انت بقيت ضيف غالي وبقيت يعني عمود من اعمده البرنامج ربنا يخليك يا هو البرنامج <applause> اصلا لوحده مش محتاج شهره هو تسلم. مشهور بيك ومعروف بيك تسلم يا دكتور ربنا يخليك طيب انا طبعا متفاجئه شويه ان احنا جالنا رسائل على الصفحه بيتكلموا ان هم جربوا بيلا وخسوا وبصراحه ما كنتش متخيله ان الموضوع هيكون بالسرعه دي يعني اتخيلت ان احنا مثلا بعد 3 4 شهور ممكن نلاقي ناس خدت المنتج وبدا يبان عليها تاثير فيعني في طبعا ده شابو ليك اولا اولا انت فاجئتيني بانه في ناس بعتت يعني انت ما قلتليش الموضوع ده <applause> انا صاحبه المفاجأة. فانت انت فاجئتيني دلوقتي حالا واحنا على طب وليه طيب من 10 دقايق ولا حاجه قبل ما نطلع لا لا على الهواء لا, لا ما ينفعش عشان اشوف رد فعلك الطبيعي <applause> بصي هو طبعا احنا بقى لنا سنتين ونص في الصيدليات فاحنا سمعنا الموضوع ده قبل كده من ناس كتير جربت واشترت من الصيدليات مش من عندنا الريسك اللي الناس بتاخده في ان انا بشتري منتج مجهول الهويه او منتج حقيقة. مجهول المصدر او مش معروف او ملوش ترخيص من وزاره الصحه دي احنا تخطيناها خالص فاحنا حته الثقه دي الحمد لله بقى لينا ثقه عند الناس حتى اللي بيشتموا هم مش قادرين يوصلوا للنجاح بتاعنا فيعني في احنا مالناش دعوه باللي بيشتم بس احنا لينا دعوه بالناس اللي زي اللي حضرتك بتقول عليهم دلوقتي اللي جربوا ولقوا نتيجه فعاله فدي شهادة أنا أعتز بيها لله. والحمد لله إحنا ما بنأجرش ناس تيجي تقول إحنا خسينا يعني أنا معرفش أنت بتفاجئيني دلوقتي وأنت بتقول بس وأنا مش عايزة أقول كمان يعني على منتجات البشرة عشان ما يبقى شكلي وحش وأبقى كل مرة بقول بس أنا مش لك تفتيح ولا هقول لك إن هو شال ندبات ولا 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 أي حاجة هقول لك حاجة واحدة بس ترتيب مش طبيعي فعلا بامانه صدقني احنا عملنا الحلقه اللي فاتت بعد الحلقه عملنا تنظيف بشره على الهواء لايف وشلت كل الميك اب وبتاع وبعدين روحت فعادي جدا شلت الميك اب تاني ونزلت تاني يوم وبحط ايدي ناعمه ناعمه جدا كانه فعلا بشره بنتي صغيرة بامانه ده شهاده قدام ربنا على المنتج اللي انا جربته دي شهاده بجدس. اعتز بيها صدقني وحاطاه دلوقتي تحت الميك اب يعني مرتب كمرتب لاني لقيت ترتيبه محترم جدا فما احطهوش ليه يعني دي حاجه انا فخور بيها برضو ان احنا نبقى <applause> يعني لا خلاص أنا في ناس في <applause> ناس بتثق في منتجاتنا وبتستخدمها حتى من غير ما تقول لنا احنا استخدمنا أو ما استخدمناش لا وبعدين لسه أنا مستنيه منتجات تانية إن شاء الله <applause> إن شاء الله إن شاء الله في منتجات تانية. خلينا نفتكر بس المنتجات واحدة واحدة كده وتقول لنا كل منتج بيعمل إيه طيب نبتدي احنا اتكلمنا بال... قبل أهم. الأسابيع اللي فاتت في كل حلقة عن منتج لوحده النهارده تعالي نتكلم بتجميع كده مختصرة عن المنتجات كلها بتاعة الشركة وليه النهاردة هنتكلم عن المنتجات كلها تحديدا كلها مرة مم. واحدة في الحلقة هنا وخلينا نتكلم كمان عن المسابقة وازاي نشترك في المسابقة وهنكسب ايه في المسابقة احنا جايبين جزء صغير ده تقريبا دي اخر مرحلة يعني احنا طبعا ده اقل حد هيكسب هيكسب الهدايا دي ما من البوابات بره بالهدايا الكبيرة ده حقيقي فعلا خلينا نتكلم عن الحاجات الموجودين الموجودة عندنا هنا نتكلم عن المنتجات انا هتنقل الناحية التانية عشان اشرح لك واشرح للساده المشاهدين فضل. طبعاً. بكل تفصيل احنا كان اول منتج معانا الغالي في اول في اول حلقه وقلت لك بنتي الكبيره كانت بيلا 1 بيلا تحفه تخسيس تحفه كشور السيليام ومعاها بكلونات الكروميوم ومعاها البرومولين اللي هو خلاصه الاناناس الافريقي ومعاها البوليفينول اللي هو خلاصه التفاح الاخضر بالاضافه تمام. الى فيتامين سي تمام فيتامين سي بيقوي طبعا المناعه معانا وبيزود نسبه الحرق داخل الخلايا اوكي احنا الفتره اللي فاتت كان وقت الكورونا كنت قريت تصريحات ان ممنوع حد يكون بيعمل دايت او بياخد منتجات مع الكورونا لان المناعه بتقل فانا كده باخد فيتامين سي فانا تمام تمام طيب حلو قوي احنا فيتامين سي وفي الترخيص يعني مش مش من خارج الترخيص لا مش بنقول اي كل ده دا موجود داخل ترخيص وزاره الصحه وموجود حلوة. جوه الصيدليات لو حد مقلق ان هو يطلب من خلال online. الصفحة أو أونلاين أو بالأرقام التلفونات ممكن يدخل الصيدليات اللي احنا أعلننا عنها قبل كده وهي غالبا غالبية السلاسل الكبيرة كلها ما عدا سلسلة أو اتنين موجود فيهم ما في الفرع القريب منك أتصل بالهوت لاين بتاع الصيدلية اللي جنبي هيوصلهولي لي لحد باب البيت تمام. وأعتقد أنه okay. أكتر يعني اكتر حاجه بياخدوها 5 جنيه في التوصيل كلام فاضي يعني ده انا لو ما المنتج في الصيدليه بتصل على الارقام اللي موجوده دلوقتي اهي اهي على الشاشه او على الصفحات بتاعه الفيسبوك وبطلب المنتج وهم هيوفروه لي من اقرب صيدليه من اقرب صيدليه مش من عندهم تمام احنا بس بنديكم منتهى الامان لكل المنتجات اللي موجوده طيب, طيب لو حد جربه وعايز يكرر تاني وعايز يستفيد بأوفر أعلى شوية أيوة. احنا كنا قلنا أوفر للبرنامج هنا وللمتابعين بتوع البرنامج ان اللي هيشتري عرضين هياخد معاهم ميزان ديجيتال هدية من غير سحب هيتبعت له مع الأوردر من عندنا دايركت بس ده دا يا جماعة من عندنا مش من الصيدليات مش موجود في الصيدليات تمام اللي دي. هيطلب عرضين مع بعض 80 كيس هياخد معاهم ميزان ديجيتال هدية طيب أقول لكم بقى نفتكر بيلا وان بيعمل إيه؟ هناكل, هنأكل. كل اللي نفسنا فيه هنخس هنخس هيقلل الشهية هيزود الحرق وهنعمل إيه تاني؟ نسيج هننحت وهينحط هينحت <applause> جملتي انا ما نسيتش بس انا مستنيك انت تقوليها هننحت المشاكل الحتت اللي فيها دهون ملهاش اي معنى دي بلا وان هيشتغل عليها تمام؟ تمام ده بلا وان ونقول عليه بكلمة مختصرة جدا هو بديل تكميم المعدة بيعمل زي بالونة في المعدة بتتنفش أو بتكبر مع المية عشان تملالي مساحة كبيرة من المعدة فأقدر أكل اللي أنا عايزاه ملناش دعوة بالمخ وملناش دعوة بأي حاجة خاصة بجسمنا يعني هي ما بيشتغلش على أي حاجة عضوية إحنا بنشتغل على الحتة بتاعة المعدة دي بنملاها بس كده تمام؟ المنتج طيب. اللي بعده نخش على المنتج اللي بعده كانت تاني حلقة بنتكلم على منتج دكريان صاحبي ده صاحبي <applause> ده صديق العيله ده صاحبي <applause> دكريان للعنايه بالشعر وفي عندنا مجموعتين مجموعه للقشره ومجموعه للتساقط تمام جدا المجموعه عباره عن سبراي خلاصات زيوت وطبعا ما بيزيتش ومعاها الشامبو السلفيت فري وقلنا يعني ايه سلفيت فري يعني ما فيهوش ملح فبالتالي مش هيكوي جدر الشعرايه وهيديني الشعريه الطبيعيه بطبيعتها تمام جدا وانا كنت جربته وقلت لك انا يعني على فكره انا حطه قبل ما ادخل هل في اي زيوت في الموضوع ولا اي حاجه وانام بيه واصحى بيه ولا كاني في حاجه خالص وقلنا طف. كمان ان ده هيبقى حلو قوي للمحجبات بالذات عشان الريحه اه عشان الريحه وعشان كمان لو هيحتاجوا ان هم يستخدموا المنتج قبل ما ينزلوا فهتحطه وتلف في الطرحه مش هيبقع مش هيعمل زيت ده حقيقة. مش هيعمل ريحه وحشه مع الكتمه فتقدر تقعد بيه أو. في الشغل وفي الشارع من 8 ساعات ل 12 ساعه ل 18 ساعه مفيش اي مشكله خالص. حلو قوي وقلنا انه احنا بنلاقي نتيجه بعد تقريبا قد ايه؟ 14 يوم. وده كانت الفكره او كانت البوم اللي احنا قلناها ان 14 يوم لو انا عندي قشره بلاقي حجمها بيقل. بالظبط. حلو قوي. 14 تمام. يوم بنلاقي اول نتيجه معانا تمام ده, ده طبعا سواء للقشره او للتساقط التساقط مش للصلع وقلنا ده منتج للتساقط ومش للصلع الوراثي ملوش علاقه خالص بالصلع الوراثي اه عشان ما يجيش حد شعره فاضي خالص ويقول اصله ما طلعش بالزبط. احنا ملناش ده دعوه للحاجات الحالات العرضيه اللي بتقابل مثلا لايف ستايل مختلف ما بتاكلش ما بتاخدش المواد الغذائيه العناصر الغذائيه المطلوبه للغذاء ما بتاكلش فاكهه، ما بتاخدش فيتامينات، ما بتشرب منبهات كتير، تدخين كتير، الحاجات دي كلها قلبين اليوم بننام بالنهار وبنسهر بالليل كل ده دي كلها احنا متأثر. حلو جدا ده كان تاني المنتج التاني اللي هو الدكريان، مجموعة تساقط، مجموعة القشرة، الشامبو سلفيت فري، مجموعة الزيوت ما بتزيدش خصوصا للمحجبات حلو جدا المفاجأة المجموعه دي رائعه القصه رائعة. بقى الكبيره اللي احنا عملنا عليها المره اللي فاتت تنظيف بشره وجبنا معانا ناس هنا وطلعنا جبنا جهاز البخار وعملنا تنظيف للبشره الكارديفير تمام الكارديفير برضو قلنا الغسول بتاعنا سالفيت فري بينظف اعماق المسام من جوه الاول خلينا نقول تاني انه الدكريان او الكاردفير متصنعين بالنانو <تكتوري> بارتكل تكنولوجي <تكتوري> 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 يعني ايوه خلاص اكتر تسع مرات مجرد ما بيتحط سواء ده او ده او ده بامانه ما بيقعد لحظه وبيتشرب لحظه يعني انا بحطه على طول ورا بعض يعني غسول وراه فيتامين سي دب دب على طول واروح طالعه لا بحتاج بقعد عشر 10 دقائق قدام مروحه ولا مش عارفه ايه ولا الكلام ده خالص انا طبعا اعتز بالشهاده دي انا قايل لك ان هو هيعمل كده بس انت بتاكدي على كلامي هم هيجربوه الغسول طحفة. الغسول زي, زي ما جربناه المره اللي فاتت هو بنستخدمه كمان كميك اب ريموفر ده اه تحفه جدا في الموضوع ده ميك اب ريموفر هايل بكل هاي. المقاييس وسلفيت فري فانا لو عندي حب شباب او ندبات او اثار او بثور سوداء او اثار لحب الشباب حتى او بقع غامقه بيشلي الموضوع ده واحده بواحده، البسور طبعا بتطلع من اول مره، ان احنا بنستخدم كلها. اه حاجه كده كنا وريناها لكم الحلقه اللي فاتت معروفه البنات كلها بتجيبها وما تعرفش بتستخدمها في ايه، احنا عرفنا بقى خلاص يعني كانوا مصنعينها للمنتج ده، فاحنا بنحطه وبنغسل وشنا كده بيه فبيطلع كل المشاكل اللي في البشره مع الوقت كمان لو المشاكل عميقه بتتحل بالظبط تمام جدا ده بالنسبه للتنظيف طيب نيجي للمجموعتين التانيين عندنا مجموعه بالفيتامين سي دي انتي ايجينج ومجموعه ثانيه لتفتيح العين والبشره والوجه. إيه يعني ضد السن او بتعمل عامل حمايه للسن يعني بتاخر شيخوخه البشره. لو انا بالراحة. عندي تجاعيد بالراحه كده لو انا عندي تجاعيد او خايفه انه يظهر لي تجاعيد لو انا في سن العشرينات استخدمه اه استخدمه في الثلاثينات استخدمه طب انا ما عنديش تجاعيد بس خايفه يطلع لي تجاعيد احنا هنأخر شويه ظهور التجاعيد بدل ما قوي. تظهر عند سن الأربعين لا أنا اخرها شوية تظهر عند سن الخمسين عند سن الستين السبعين حلو قوي تمام وبرضو هتعالج يعني بص هو كل الفكرة في التجاعيد إيه؟ إن البشرة ما بيبقاش فيها ترطيب بالظبط انت مديني ترتيب عالي اعلى منتج في حياتي استخدمته في ترتيب المنتج ده بالظبط فخلاص تمام انا, أنا قلت لك الأمين. انا حاطط خلاصه الخبره كلها في المنتجات دي بجد انا لو هستخدمه كمرتب بس انا مش عايزه حاجه تاني بامانه صدقني واللي استخدموه هيفهموا اللي انا بقوله ده وقلت لك في اول حلقه ان احنا البلان بتاعتنا مش ان احنا بس نستخدمه هنا جوه مصر احنا طالعين كمان بيه بره مصر شاء إن, شاء إحنا بخامة ان شاء الله ان شاء الله فعشان كده احنا بنصنع بخامه عاليه قوي وبجوده عاليه قوي يا رب ان شاء الله طيب في بقى المنتج السحري السنسيتيف اريا الاماكن الحساسه الاماكن <applause> الحساسه الازمه احنا طبعا مش هنقدر نقول مين استخدمها وعملت معاه ايه اه ما صور قوي بس يعني مش هنقدر طبعا نجيب صور ومش هنقدر نعمل الكلام ده لكن اللي جربوا فعلا كريم الاماكن الحساسه بتاع السنسيتيف اريا قالوا لنا ان هم لقوا نتائج فعلا جباره من من اول اسبوع من اول اسبوعين وفي ناس استجابت من اول شهر حلو فعلى حسب استجابه كل جسم طبعا احنا قلنا اصلا ان متوسط اي منتج للبشره بيبان بعد 28 يوم بالظبط فانا ما استعجلش من, أو من اول يوم يعني اكيد مش هيعمل افكت ده حاجه بقى لها سنين طبعا. فبعد 28 يوم هنبدا نلاحظ مثلا ان شاء الله لو في تفتيح درجه ده حلو قوي ده عظيم ده احنا بالزبط. بنعمل جلسات بفلوس كتير قوي في الموضوع ده فده رائع جدا طيب كان في عروض كان في عروض اه ان اي حد هيشتري الفيتامين سي هياخد معاه سنسيتف واي حد هيشتري كريم تفتيح الهالات السوداء والبشره هياخد معاه برضه سنسيتف كريم البشره ده بيستخدم كمان للمحجبات اللي عندهم فرق لون اللي بيبقوا م -م. في الشمس طول أوه. النهار وعندهم فرق لون الوجه عن الرقبه ممكن نستخدمه في توحيد لون البشره. حلو قوي تمام والغسول؟ والغسول اللي هياخد غسول هياخد معاه غسول تاني هديه. طيب. بنفس السعر. وفي الاخر هو مجموعة البشره اي حد بيقول اسم البرنامج او كريستينا جمال بياخد خصم. بياخد خصم تاني. كمان ده افترا مننا. ده من يعني منك <applause> <دفترة> بصراحه انت <applause> جيتي علينا في الموضوع ده. <applause> ده لا اكتر ولا اقل. طيب انا بس اللي احنا كنت ملاحظاه المره اللي فاتت لما قلت لك ان ده الكبير مديولنا هديه على الصغير. دي حاجه ثالثه. سألت على السعر بتاع ده ولقيت ده اغلى. السنسيتيف اريا ده 75 مللي جرام. اوكي. ده ب 280 جنيه لوحده. الكبير. الكبير. أوكي. الصغير سواء كريم تفتيح العين مم. او كريم الفيتامين سي ب 230 جنيه. اوكي. تمام. فاحنا عاملين العكس، كل الناس بتعمل انه اللي هيشتري الكبير هياخد معاه واحده صغيره، هدية، احنا بقى عكسناها، قلنا احنا عايزين الناس اكتر تعرف المنتج وتعرف فوائده اكتر. من فكره ان احنا بنبيع عشان نستفيد بس بالفلوس، لا احنا عايزين الناس هي اللي تستفيد مش احنا. حلو قوي. فقلنا اللي هيشتري ب230 هياخد عليها اللي ب280 هديه. ده افترا تاني. ده افترا <applause> تاني من حضرتك. <applause> بصوا احنا بيتجربوا بخساره. <applause> هو الهدف من الموضوع احنا عايزينكم تجربوا المنتج، عايزينكم بجد تفهموا او تعرفوا قد ايه المنتجات رائعه، فهو ما عندوش ازمه خالص ان هو دلوقتي يبيع من غير هامش ربح بس في مقابل ان المنتج بتاعه تعرفوه. جربوا المنتجات صدقوني رائعه عايزه بس اقول لكم ان الحلقه اللي فاتت واحنا طالعين المنتجات خلصت قبل ما يروح يعني الناس بره اشترت المنتجات لما شافوا تنظيف البشره على الهواء ولما قعدنا جوه وانا عملت تنظيف البشره فلقوا فرق كبير قبل ما يمشي كانت الحاجه خلصانه وانا ما لقيتش اخد حاجه ومش هينفع الكلام ده <applause> لا بجد المنتجات حلوه قوي بامانه ده بمنتهى الامانه لان انا جربتها ربنا يخليك دي شهاده انا شخصيا اعتز بيها <applause> الحمد لله الحمد لله طيب في بقى مسابقه واحتفال او اللي احنا عاملينه ده مش احتفال ده نموذج صغير جدا 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 من الاحتفال الكبير اللي دكتور امير مخطط ان شاء الله ان هو يعمله وحاطط كمان اكتر من بلان لو في كورونا لو ما فيش كورونا وعامل بجد شغل محترم وعالي جدا خلونا بس نعرف انا لو عايزه اشترك في المسابقه عشان اخد الهدايا اعمل ايه بص يا ستي <applause> ورقه وقلم واكتبها ورايا ست الكل تمام اوكي المسابقه دي بقى جنبي بقى طيب. عشان تقول لهم خليني بقى اجي هنا في هدايا وفي حاجات اه تمام ماشي المسابقه دي هتتقسم ثلاث مستويات مستوى اول مستوى ثاني مستوى ثالث تمام طيب المسابقه دي على ايه اصلا على اي حد هيشتري من المنتجات بتاعه شركه كيو اتش بي اي حاجه سواء لاين التفتيح بكل أوكي. منتجاته الاربعه الكارد فير او البلا لاين التخسيس او الدكريان لاين الهير كير ان شاء الله منتج واحد فانا دخلت الموسى. اي منتج انت هتخشي على اي مستوى فيهم حلو قوي تمام بس هنا هنا هنتكلم ليه مستويات ليه عاملين مستويات اللي فاتورته هتعدي ال 500 جنيه مش هساويه طبعا باللي فاتورته ب 200 جنيه حلو قوي فانا هنا اللي هيشتري معانا منتج او اتنين او اكتر وفاتورته هتعدي ال 500 جنيه ده هيخش على اعلى مستوى والثلاث مستويات مع بعض هيخش يعني على هو أي هدا... داخل على, أي على كله بالظبط اوكي تمام ده اللي فوق ال 500 جنيه هو داخل الثلاث مستويات بالثلاث هدايا بالظبط طيب انا لو اشتريت مره حاجه وبعدين لا الموضوع عجبني ولقيت المنتج تحفه فاشتريت ثاني فثالث كل فاتوره بتبقى لوحدها ولا ممكن ما لا، قيمه الاجمالي بتاعك حلو قوي انا ممكن كده اعدي ال 500 فعليا بكل سهوله لو بعت لنا فاتوره او اثنين او ثلاثه المهم قيمه اللي اشتريتيه من كيو اتش بي عدى ال 500 جنيه فانت هتخش معانا على الثلاث مستويات بتاعت الهدايا هيعدي لان اللي هيجرب حاجه هيشتري تاني ان شاء الله بامانه صدقني انا صدقني مش فارق معايا انا لو حد قال لي انا عايز بس ما فيش في امكاني انا ممكن ابعتها له هديه من البرنامج خدوا الكلمه وامسكوا يعني مش كلكم طبعا مش طبعا طيب احنا بس دلوقتي معانا مكالمه معانا مدام ناديه مدام ناديه الو الو عامله ايه السلام عليكم وعليكم السلام ازيك انا كويسه ممكن اكلم دكتور نبيل اه طبعا اكيد امير اه طبعا اكيد اتفضلي خلاص بقى ليك الجمهور يا دكتور اهلا وسهلا بيك مساء الخير يا دكتور مساء النور اهلا وسهلا انا كان وزني 94 كيلو وكنت مجربه حاجات كتير قوي وشاي اخضر ودخلت في عمليات و... ودنيا يعني يا دكتور والله حبيبتي طب انت جربتي حاجه سنة؟ نعم انت وزن حضرتك كام 94 انا كان وزني 94 كيلو 94 كيلو اوكي تمام اه طيب انت جربتي منتج بيلا ولا جربتي ايه انا من حوالي شهر كده سمعت عندكم العرض واشتريته حلو قوي وخدتي الميزان ولا ما خدتيش ازعل <applause> ال... لا انا شريت انا شريت عرض واحد بس من صيدليه العزبي انت كنت عايزه تتاكدي بس يعني كل الناس عملت كده بس وزني دلوقتي 86 كيلو بجد طب دي حاجه هايله نزلت 8 أوي كيلو أوي في أوي. الشهر ده ممتاز دي شهاده شهاده حق انا قلت شهادة في حقك عشان خاطر يا ابني انت يعني انا فعلا خشيت عليك وفعلا بجد انا كنت اخش في عمليات وش اخضر والدنيا الدنيا كانت عندي بايظه خالص يا حبيبتي ف... يا فيعني يعني الله يخليك يعني يا ابني وفعلا بجد يعني حقيقي انا خسيت عليه هتشتري تاني يعني ولا مش هتشتري؟ انا هشتري بس عايزه اخد الميزان ايوه كده هو <applause> ده المهم ربنا يديك الصحه يعني. ربنا يديك الصحه عايزة. اتواصلي عايزة. مع الارقام اتواصلي مع الارقام دي وهيدوكي الميزان ولو ما اديتوهاش انتوا حرين لا انا هبعت لك الميزان على وانا ه... وانا هبعت لك الشحن <applause> مجانا كمان من عندنا حبيبتي. سيبي رقمك بره سيبي رقمك هنديه لدكتور امير هيبعت لك الشحن بره تمام واحنا هنبعتلك الشحن مجانا من عندنا حبيبتي. من عينيا حاضر نورتينا و8 كيلو ده رقم كويس جدا جدا بس بامانه انا ما جربتوش كتير بس انا عندي غده كنت قلتلك انا الحكايه دي فانا يعني ما خسيتش 8 كيلو ولا حاجه انا غلبانه بخس بالجرامات بس فرق معايا في ان هو سد الشهيه زي ما قلت لك لا لي صداع ولا عمل لي مشاكل في ضربات القلب ولا اي حاجه خالص. م. كنت قلت لك برده ان في واحده قريبتي استخدمت مش هقول مين وهي موصياني وقايله لك انا الموضوع ده ان انا اجيب لها مجموعه وانا مروحه. من عينيا الاثنين. تسلم طيب المسابقه. نرجع للمسابقه ثاني. اهم حاجه دي هدايا يبقى حلوه. يعني رب. لو الكاميرا بقى تجيب الهدايا اللي معانا دي هدايا المستوى الثالث. احنا هنجيبها من, تحت من تحت من تحت لفوق المستوى الثالث دي الهدايا اللي هي الكاتيجوري قليل اللي لو اي حد اشترى اقل من 500 باقل من 500 ممكن يكسب معانا الحاجات دي حلو قوي تمام اوكي طيب ايه بقى الهدايا البنات بقى اضرب الحاجات دي وقيمتها في البيت وفي دولابها وفي تسريحتها يعني انت تا... مش قادر تقول هي ايه كلها لان احنا فاهمينها اكتر مني طب احنا نقول دي ايه ده دي براون حلو قوي دي, دي بيبي ليس اهي اهي لكم في الشاشه بس دي براون براون ايوه دي حاجات محترمه أيوة. وغاليه يعني مش اي حاجه احنا ما عندناش اهم من العميل بتاعنا يا سلام دول خمس هدايا لخمس فايزين ان شاء الله باذن الله ان اللي. شاء الله اول حاجه البراون ودي تاني. اللي تحتها دي الجهاز, الجهاز شمح. جهاز شمع جهاز شمع جهاز شمع بالظبط اوكي واللي جنبها دي دي سلكه حلوه قوي 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 على فكره اللي عاجبني في الموضوع انتوا جايبين براندات يعني انتوا مش مسترخصين ما في الموضوع بصراحه اهم من العميل بتاعنا حلو قوي و الصغيره دي سشوار سشوار اوكي ودي هاند بلندر دي لست البيت دي جميله قوي للاطفال يعني اربع دي هدايا دي عسل لل... جدا اربع هدايا للبنات المهتمين بنفسهم ولو في واحده للمامي بقى المامي الغلبانه كده أيوه. وعايزه هاند بلندر تساعدها في البيت فدي حلو قوي وحتى لو بنته عايزه تتجوز برضه وتجهز نفسها ما عندناش طب ما ده حلو برضه تمام جدا اي حاجه هشتريها حتى لو اقل من 500 جنيه فانا هدخل السحب هت... ده اساسا خش معانا السحب ده و... يعني اكتر من 500 واقل من 500 إنتي ليكي فرصه انك تكسبي الحاجات دي تمام جدا طيب انا هشتري ادخل برضو المسابقه ازاي حضرتك بتبعتي لنا صوره الفاتوره على اي صفحه من صفحاتنا سواء صفحه الكاردفير او صفحه البلة او صفحه الذكريات طيب الصفحه اللي أنا؟ هتنزل على الشاشه دلوقتي لو تهت هكلم الارقام يبعتولي الصفحه او لي أنا. على الارقام دي واحنا نقولك تخش تعملي سيرش ازاي على الفيسبوك وتوصلي لنا ازاي وتبعتي لنا صوره الفاتوره ازاي باي طريقه من الطرق ابعتي لنا صوره الفاتوره والمهم يكون معاكي اصل الفاتوره وانت جايه تحضري الحفله او تستلمي الهديه طيب الفاتوره دي لو انا من صيدليه انا داخله المسابقه من اي صيدليه في الجمهوريه كلها او حتى لو طلبتي من خلالنا احنا اونلاين وخدتي فاتوره من الشركه بصوره الفاتوره تقدري تخشي معانا حلو جدا 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 طيب دي كده المرحله الثالثه وبس في سؤال اي حد اشترى هيحضر الحفله اه طبعا يعني دي مفتوحه للكل مفتوحه لاي حد طبعا لو ما حصلش بعد الشر يعني ازمه وربنا ما يجيبش حاجه وحشه ومنعوا التجمعات فمش هنقدر نستضيف غير اللي بس كسب معانا وساعتها هيبقى في بلان بي ان احنا نعمل سحب على الهواء واونلاين والناس كلها تشوفه عشان <applause> يبقوا عارفين مين مين اللي كسب بالظبط والاختيار هيبقى بالفواتير طيب يعني احنا لو ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يبعد عننا الكورونا ما كانش في كورونا هيكون في احتفال محترم جدا جدا وكنا قايلين ان هو هيكون في مكان ان شاء الله ان شاء, إن شاء الله, الله, الله. حاجه يعني محترمه جدا فكل كل اللي دخلوا السحب هيجوا وهيحضروا ما فيش اي مشكله خالص لو ما كانش فيه هيبقى الموضوع اونلاين وللاسف هنكتفي بالناس اللي كسبت فقط لا غير هي اللي هتحضر الحفله بالظبط كده طيب إيه المرحله الثانيه المستوى الثاني اللي هو اعلى بقى شويه ده اللي هيفوز بيه هيكسب معانا جلسة تجميل في عياده او عيادتين من اكبر عيادات التجميل في مصر مش هنقول اسمهم موجودين على الحفله هن مش هنقول الاسامي دلوقتي هتتفاجئوا بيهم في الحفله إن شاء الله. او هنعلنها قبل الحفله بحاجات بسيطه احنا اوريدي خلاص اتفقنا معاهم وتعاقدنا معاهم ان اللي هيفوز هيروح يعمل جلسه احنا هنبقى دافعين له بادجت معين هو عايز يزود يزود عايز يكتفي بالبادجت يعني حاجه محترمه برده مش يعني تقدر تعمل ريفريش كده لحياتها يعني وجلسه تجميل مفتوحه لاختيارك انت اختاري بيها اللي انت عايزاه في البادجت ده عايزه قوي. تعملي تنظيف بشره عايزه تعملي حقن بلازما عايزه تعملي حقن فيلر هترجعوها شباب يعني ليزر اللي انت محتاجاه هتروحي تعمليه أوكي. في العياده هناك حلو قوي تمام المرحله الثالثه كان المرحلة نفسي تجيبوا الهدايا انا متضايقه عشان انتوا ما شفتوش الهدايا ما مرضيوش يدخلونا بيها حلو قوي المرحله الثالثه هتبقى عباره عن تلفزيون كبير ال اي دي 43 بوصه وموبايل اندرويد مش هنقول اسمه نوع على الشاشه على الصفحه الصفحه هتتفاجئوا بالنوع وسلسله ذهب وسلسله ذهب برده مش مش حاجه رفيعه حاجه صغيره لا هو جايب سلسله ذهب كويسه تقريبا قبل ما الذهب يغلى ولا دول مش عارفه دول لثلاث فايزين بالمستوى الاول يعني كل مستوى هيبقى فيه اكتر من فايز واحد ما شاء الله يعني اول مستوى هيبقى فيه ثلاثه فايزين المستوى الثاني هيبقى فيه ثلاثه فايزين اللي هيفوزوا بثلاث جلسات تجميل وشامل. المستوى الثالث هيبقى فيه الخمس هدايا اللي اتعرضوا معانا دول وقلنا دول عباره عن ايه حلو قوي طبعا انت عارف ان انا داخله المسابقه طبعا <applause> انا ما اشتريتش بس ده ما يمنعش ان انا داخله طبعا طبعا <applause> ان شاء الله احنا معاك في المسابقه باذن الله ان شاء الله وباذن الله هيبقى هن... في تغطيه اعلاميه ان شاء الله وهنقول مين اللي كسبه ولازم ان شاء الله ان شاء الله يطلعوا هم بنفسهم يقولوا احنا اشترينا وكسبنا احنا لا قرايب الدكتور ولا نعرف المذيعه ولا من البرنامج دي ناس حقيقيه كسبت وناس حقيقيه هتطلع على الهوا المداخله اللي دخلت معانا حقيقي حقيقي احنا ما نعرفش هي مين احنا اتفاجئنا زيكم ان هم في الكنترول بيقولوا ان هي بقالها كتير قوي على الهوا وعايزة تدخل تقول شهادة لي إيه للمنتج أنا مبسوطة طبعا أن دكتور أمير كان معايا في سلسلة حلقات متضايقه أن دي آخر حلقة بس إن شاء الله إن شاء الله نوعدكم أن الحلقة اللي جاية اللي إحنا لسه مش عارفين هتكون إمتى بالظبط هتكون أقوى حلقة في حكاية نجاح بإذن الله إن شاء الله نورتني ميرسي خالص توعدني انت هتيجي تاني <applause> ان شاء الله <applause> لا خلص الناس <applause> هتسال عليك هعمل <تصفيق> <تصفيق> ايه <تصفيق> نورتني يا دكتور ودايما في تقدم المنتجات اللي جايه انا ان هي هتكسر الدنيا إن شاء الله. لانها حاجه مختلفه ومش موجوده في السوق نهائي إن شاء الله. وان شاء الله مع بعض دايما يارب في نجاح وأشوفكم بعد شويه صغيرين وفاصل ونرجع مع فقره تهم كل بنت وكل ست ورجعنا لكم تاني ومع فقره مهمه جدا 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 لكل البنات والستات اللي بتتفرج علينا ليه ما تكونش شيك وستايل واكون محتشمه برضه انا ممكن اعمل كل ده معانا ضيفه قعدت تفكر انا ليه ما اكونش شيك وستايل وشكلي حلو واكون محافظه على شكلي وعلى عفتي وعلى ان انا محجبه او ان انا منتقبه وخرجت بره الصندوق وبدات تفكر تعمل براند عبايات خليجي بامكانيات وبايد مصريه معانا النهارده ضيفه محترمه جدا وغاليه جدا علينا وهتشوفوا شغلها رائع قد ايه وهي الاستاذه شيماء صوفي مصممه ازياء وصاحبه براند سيده الخليج اهلا بيكي يا استاذه الاول سيارة. بس الاسم حلو سيده الخليج <applause> انت البراند بتاعنا عبايات بس ولا في حاجات تانية؟ أه عبايات خليجي وترنجات أه عبايات استقبال بجد. أه آه عبايات استقبال آه آه مناسبات آه طيب بيتي كل ده خاص بالمحجبات او المنتقبات يعني ترنجات لا, لا 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 اي حد يعني حتى العبايات مش شرط منتقبات ولا الترنجات مش شرط منتقبات أي, اي واحده عايزه تلبس أو الستايل زي ده اه وزي محتشم على فكره انا امي ما بتلبسش غير لبس محجبات ما شاء الله يعني ممنوع ان هي تلبس حاجه قصيره او حاجه ضيقه فانا ببسط لما بلاقي ناس بتعرف تشكل وتعمل شو في في الحته دي وانا حقيقي من ساعه ما جربت العبايات وانا مش عارفه البس بنطلونات خالص دي مأساة <applause> 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 طيب اشمعنى عبايات خليجي اشمعنى عبايات خليجي هي اغلبيه البنات عموما يعني والنساء عامه يعني بيحبوا العبايات جدا وبيحبوا لان هي مريحه جدا في اللبس <applause> وفي نفس الوقت برضو هنا عندنا في مصر مش 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 منفذين العبايه الخليجيه زي الخليج يعني اه زي زي الخليج بالشكل بتاع الخليج بالظبط واللي يعني. موجود خليجي غالي قوي غالي جدا 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 انا بسمع اسعار تجيب موبايلات يعني اسعار أيوة. مش طبيعيه لا لا غالي جدا بصراحه بس فانا فكرت فكره ان احنا ازاي ان احنا نطلع العبايه الخليجيه بنفس الديزاين بتاع دبي والامارات و البلاد العربيه عامه يعني ازاي ان هي تطلع عبايه خليجيه من هنا في مصر اوكي تمام بنفس الله بداتي تشتغلي انت الاول ابتديتي على طول مصنع ولا انت ابتديتي الاول ازاي يعني بحاجه قليله ولا مثلا اونلاين ولا ابتديتي ازاي ابتديت مصنع بس كان مصنع صغير كان مصنع صغير و واحده في واحده ابتدى البراند يتعرف اوكي وابتدينا يعني نسبه وجودنا يعني في ال في الدول عامه في جميع الدول عامه اتفضل طيب. آه ناخد بس اول موديلز معانا اول موديل هو اللطيف ان هي بقى مدريه كل الدفوهات كل المشاكل اللي في الجسم وشكلها حلو قوي وكيوت اولا انت زي القمر طبعا يعني <applause> طيب ورينا بقى كده من الجنب الشغل ده مصنع ولا ده هاند ميد ده هاند ميد آه خامات كلها طبعا مستورده الهاند ميد دوت مستو بقى عن عن الشغل الثاني ان هو آه ممكن البنت مثلا تقعد فيها مثلا بتاع يومين ثلاثه يعني ده شغل ايد اه شغل يدوي يا مرهج اه يا ده مرهق جدا بس بس هو كويس جدا والحمد لله ان يعني العبايه طالعه زي ما انت شايفه كده يعني تفرقهاش اي حاجه عن اي عبايه خليجيه خالص دي مناسبه طبعا تقريبا لمعظم الاجسام اعتقد يعني انا ما بفهمش قوي أو. بس ايوه اه أو موجود منها جميع المقاسات حتى المقاسات الكبيره المقاسات الخاصه اه حتى لو في حد حتى لو مقاس كبير انت بتقدري توفريه لي صح؟ أوه، حتى لو مقاس خاص بننفذه اه مفيش مشكله خالص في الحكايه دي لا 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 خالص الموديل الثانيه تتفضل بصي انا اللي على الملكان بصي يعني عامل لي حاله انبهار عايزه اقوم جديد عايزه اقوم البسها حالا <تصفيق> 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 طيب الموديل انت زي القمر برضو هم كلهم حلوين ما ينفعش الكلام ده <applause> حلو قوي 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 ده برضو كله هاند ميد اه كله هاند ميد حلو وطبعا الديزاين بتاع الايد مختلف قوي ولذيذ جدا 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 اه ومزيتها ان بناتي كمان فكره الورد بتشد البنات جدا صح اه وبصي فكره برضو في ناس بتبقى متضايقه ان هي لابسه حاجه واسعه فمضطره تلبس تحتها بادي فبتبقى خانقاها الحكايه دي ايوه لا أيوة. دي كده تمام ما فيش اي مشكله خالص فيها حلو قوي قوي ما فيش جسم معين ممنوع يلبسها نورتينا لا 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 خالص جميع المقاسات متوفره و والعبايه اصلا هي ميزتها ان هي بتبقى واسعه مش بتبين اي دفوف الجسم الخامه كمان بتاعتها مش مش بتلزق موديل أو مش التلف. بتبين عيوب أيوة الجسم عامه حلوه قوي 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 انت برضو مهتمه بحاجات بسيطه الدراع مثلا يعني ديزاين الدراع مش كل استني استني بس بتي <applause> حلوه قوي ده بياخد شغل قد ايه ده كله ده بياخد وقت طويل جدا دي بالظبط تاخد يومين بس اه الحمد لله يعني البنات عندنا ما شاء الله عليهم يعني لا حلوه جدا افريدي دراعاتك بقى كده وريهم الجمال حلوه قوي نورتينا <applause> حلوه لا بجد الشغل محترم جدا الاسعار غير اللي بره خالص ايوه هي هي برده كانت يعني اكتر مشكله بتقابل الناس في العبايات اللي هي شغل هاند ميد ان هم بيلاقوا الاسعار عاليه جدا انت مش عبايات بس اي حاجه هاند ميد غاليه كاتش و بزياده وبرده في مشكله عندنا هنا في مصر برده في شغل الهاند يعني انا برده بصيت ليه انا عشان البس عبايه خليجيه مثلا وتكون شغلها هاند ان انا اروح اجيبها من بره طب ما احنا بايدينا هنا في مصر ان احنا ننفذ الشغل ده حاجه بتشتغل بتشتغليها في مصر في مصر معاك مصري اه حلوه والخامات يعني بنجيب اعلى الخامات نقيه الخامات باينه لا هي اصلا دي تحفه جدا طبعا اعتقد ان دي انا لو شفتها بره مش هقول بكام بس بمبلغ مبلغ أيوة. محترم أيوة. لان في تطريز كتير قوي هنا وتطريز والالوان رائعه الورد اللي فيها كل حاجه بصراحه حلوه قوي 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 طبعا المانيكان الثاني دي بسيطه بقى يعني دي كيوتة كده لذيذه حاجه خفيفه ممكن ننزل بيها في اي وقت عيدي أو دي اه دي ناس في ناس بتسميها ملحفه في ناس بتسميها مشلح في ناس بتسميها عبايه فراشه كل بلد بقى وليها المسمى بتاعها حلوه المصطلحات <applause> انت ما اشتغلتي احنا المصنع بتاعنا أونلاين ولا ليه مكان لا ليه مكان في شارع السودان ليه مكان حلو قوي يعني مم. انا لو عايزه اطلب الاوردر بجيلك؟ او في ناس بتفضل ان هي لا بتطلب الاوردر اللي هي عايزاه ومثلاً وبتقول مقاساتها ولا. والمواصفات اللي هي عايزاها وبتقول لك لا انا انا عايزه الاوردر يجي لي مثلا لغايه البيت فهماني؟ اللي عايزينه قدام يعني الناس ناس بتبقى عايزه تيجي المكان تشوف الحاجه بنفسها مفيش مشكله خالص حلو قوي طيب انا لو عايزه اطلب بطلب بالمقاس يعني مثلا بقول لك انا مقاسي لارج فعايزه العبايه لارج ولا اكس لارج ولا بيبقى الدنيا عامله ازاي ولا بتخليني اخد مقاسات ولا ازاي الدنيا بصي هو في الغالب يعني أغلبية اللي بيكلموني بيبقوا عارفين مقاساتهم ايه تقول لك مثلا انا مقاسي 56 انا مقاسي 60 او عارفين ولو واحده مش عارفه مقاساتها وتقولي مثلا لارج اكس لارج انا فاهماني ولو حد إيه؟ بقى مش عارف بيجي لي طبعا المصنع من انا عارفه مقاسي وعندي دراعات او جناب يعني هلبس المقاس اه مظبوط بس مش هيدخل من هنا او مش هيدخل من هنا بناخد الوضع ايه بقى بناخد المقاسات الدراعات بالظبط وبنحاول ان احنا نعمل الديزاين مثلا يكون مش مبين الديفو ده كويس يعني فاهماني مش مبينه قوي ويـ ويـ ويبقى مظبوط يعني وانت قلت لنا سر في واحده كلمتها وهي عندها مشكله معينه ان يعني هي عندها أوه. دراع غير دراع مقاسين مختلفين لمرض أيوة معين ربنا أفعل. يعني يعفي عنها فانت عملت لها حاجه مختلفه ايوه اه فعلا عملت لها موديل يكون الدراعين نفس ال... نفس الواسع وهو الديزاين نفسه بقى هو واسع كده تمام الموديل التانية تفضل اتفضلي انت عملت لها ديزاين ينفع ما, ما يبينش ان في بي... مشكله ما مش باين ان هي عندها اي حاجه خالص خالص حلوه قوي دي اقفي بقى دقيقه كده اثبتي لنا كده خلي الناس تتفرج على الحلاوه <applause> والدراع التاني نفس الحكايه <applause> انت حتى الطرحه عامله فيها نفس الشغل ايوه اه بس شغل بسيط اه فعلا أيوة. ايوه بس يعني بتاعتها يعني أيوة انا مش حاطه اي طرحه ونازله الخامه اللي عاجبني فيها ان هي ما بتلزقش يعني امي يعني بوجه طبعا تحيه تقولي ايه الخامه دي بتلزق ميرسي جدا تعبناكي، الخامه دي بتلزق على جسمي يعني البسها تبين كل الدفوهات، دي ما بتلزقش اتفضلي صح؟ اه بفضل الله ما حدش اشتكى من الخامه خالص، الخامه ما شاء الله يعني آه ما بتلزقش خالص في الجسم ومش بتحرر والمهمه دي مهمه دي بسيطه خالص دي للنزول والطلوع العادي بتاعنا اه الله انا اتمنى بس يكونوا ظاهرين في الشاشه زي ما هم باينين قدامنا عاوز بس الكتف سنه كده بس بحيث ان ايوه حلوة. على قدام شويه وفي بقى حلوة. دقيقه كده دي انا البسها راحه نازله طالعه بودي الولد المدرسه جايه من الحضانه دي تمام معانا ايوه هي هي نفعة برضو هي هي لابسها على كوتشي يعني كاجوال وتنفع برضو كلاسيك يعني في بقى ورينا دي بقى على كوليه ولا حاجه تبقى منتهى الشياكه تحفه ميرسي خالص الموديل اللي بعدها اتفضلي عارفه انا من الناس اللي بزعل من الاونلاين في ايه اني ما بلاقيش اللي انا بطلبه هو اللي بيجيلي دي من اكتر المشاكل اللي قابلتني تمام آه كانوا عملاء كتير جدا يكلموني يقولوا لي احنا احنا خايفين تيجينا العبايه مش زي الصوره بالظبط ده حقيقي فعلا احنا خايفين تيجي العبايه مش زي اللي في الصوره احنا خايفين تيجي مقاسها صغير احنا خايفين تيجي الماتيريال مش كويسه حلو قوي واحنا طبعا كنا حريصين ان احنا يبقى عندنا مصداقيه في التصوير في يعني في ناس مثلا في, كل حاجة. في بعض المصانع تلاقيها تصور حاجه تمام تلاقي الاوردر جاي لك حاجه تانية خالص ده حقيقي نورتيني العبايه تحفه جدا طبعا بصي هما ثلاث حاجات الشكل مش مظبوط الماتيريال مش هي المقاس غلط الثلاث أوي. حاجات دول اللي دايما بلاقيهم في الاونلاين انت ما فيش شكوى جت منك في الحته دي لا خالص الحمد لله الحمد لله كل اللي بيروح له الشغل بيقول لك العبايه احلى مما كنا نتصور انت عارفه انا نفسي تقومي تديهم بس كده وشك للكاميرا <applause> وتوليهم <applause> العبايه اللي انت لابسها فظيعه هي باذن الله هنبقى ننزل صورتها في كوليكشن الجديد ان شاء الله شيك, شيك 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 فوق ما تتخيلي بسلام. حلوه جدا السلام. بامانه ميزيق. بجد الموديلات حلوه المصنع رائع ان شاء الله المره الجايه تحلمي تكوني واصله لإيه أحلى من البراند بتاعي يبقى براند عالمي. أنتوا أوريدي بتصدري بره؟ اه الحمد لله الحمد لله. بس لسه بنحلم إن احنا نبقى براند عالمي، إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء طيب. الله. طيب، كل الناس عارفة إن أنا قد إيه مستغلة، ومفيش ضيف بيجي يقعد على الكرسي ده إلا لما يقول لنا عروض. فأنا ماليش دعوة، أي حد هيتصل بحكاية يتصل يقول حكاية نجاح أو كريستينا جمال لي عرض. تمام طيب طيب تمام طيب. طيب. اوكي أيوة انا 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 سخيفه <applause> نورتيني جدا وان شاء الله المره الجايه يكون معانا كوليكشن تاني ودايما في نجاح يا رب وبحييكي على الفكره الرائعه دي واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله كانت معاكم كريستينا جمال في حكايه نجاح